السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. فيديو جديد كيف ديما. البارحة الإخوان تكلمنا في واحد اللايف بالنسبة للناس اللي ما تفرجوش على المدرب وعلى اللعابة وعلى شنو وقع في الماتش. هزيمة ما غاديش تدوز حيت احنا عارفين العام الجاي ما غادي تشارك في والو ان شاء الله. هيدوز عندك العام هتلعب فيه البطولة وكاس العرش. كنا كنتمناو تكون من الاحسن تلاقيتي مع الفتح كنت تضمن المشاركه واخا تخسر اللقب. كنا كنعرفوا البركان والكواليس ديالها وكيفاش الالقاب اللي داو، راه كلشي كيتفرج. راه واحد الاخ ما عجبوش الحال من بركان، راه هادشي باين، راه باين كيفاش بركان كدير الالقاب ديالها. ويمكن هادي نزيدوها عقوبة على الحملة اللي كان دار الجمهور ديال الرجاء. يعني جميع الظروف كانت مبينة أنه الكاسة تقدر ما تاخدوش بواحد النسبة كبيرة. الرجاء والجمهور ديالها اللي وقفوا ضد الفساد ديال القجع ونادوا فاش كان داك الهاشتاغ اللي العالم تكلم عليه، ما غاديش يدوزوها هكا. هادي من جهة. من جهة كاين بعض العراقيل من الجامعة في ملف ديال المنع. واحد الفريق بلا ما نذكروا الاسم ديالو راه في لحظة ترفع عليه المنع، عنده 70,000 دوسي في الجامعة وعنده مليار دوسي في الطاس وترفع عليه المنع وجايبين 70,000 لاعب باش تعرفوا شنو كاين في انتدابات. وشنو كاين في انتدابات؟ بزاف د اللعاب راه مشراوهمش ولكن طلعوا عليك الثمن باش ما تاخذهمش انت، وبزاف ديال اللعاب بلا ما نبقاو كل واحد نذكروا الاسم ديالو. وكي اللي جا شي فريق جا فابور وانت تيقول لك 500-700 مليون، واش فهمتوا دابا شنو وقع في انتدابات والتاخير؟ حنا ما كان حنا ماشي مع الرئيس وحنا ماشي ضده، وديما تنقولها لكم حنا مع الفرقه. راه تحط راسك في هذا الموقف راه ما تبقاش عارف شكون غادي تقابل، تكون مزيان تكون خيب راه ما تعرفش شكون غادي تقابل. زائد انه الملف ديال المنع اللي خدامين عليه مع 8 ونص ولا جوج راه خدامين عليهم باش يترفع المنع. بقى عندك حل واحد هو تفهم كل اللعاب انه يتنازل يحيد الدوسي ديالو وتفهم معاه وديا انك تعطيه واحد الثمن دابا قليل وداك الشيء الاخر تقسمو ليه. يمكن هذاك تورا تفاهموا معاه كما فينغا ولا ما اللي كان عندنا اللي ضرب البيت على الجيش. ما كاينش المورال خوت، ودرت الفيديو غير نشرح لكم بعض الامور وصافي. زائد كاين نتمنى وان شاء الله نسمعوا اخبار الخير. كاينين شي جوج اجنحه تيتفاهموا معاهم على حسب المصدر تيقول انهم اجنحه سوبر. راه خاص فرقه سوبر ماشي اجنحه. اجنحه اش ندير بهم انا؟ راه خاص فرقه. البارح بان خاصك فرقه، راه ما يمكنش الناس لاعبين على 70,000 لقب وجيبين 80 مليون لعاب. راه انت خاصك تكون تجيب مليار لعاب دابا حيت انت العام الجاي خاصك دير البطوله باش تشارك في العصبه. يعني انت خاصك تكون احسن منهم. كاين مهاجمين وكاين اجنحه ونتمنوا نشوفوا هادشي فين واصل. بالنسبه للخوت هادوك اللي تبقاو كومونطيو دوك العلماء والمدربين، هذاك اللي كنت قلت لكم هذاك الدو انا كاع نقول الاسم ديالو كالالو ولا ما كالولي ولا ما سميتو بحال هكا اولا ليبر ياك. يلا شهرين قلتوا لي وراسينا ومسيني ما عرفت في النجم الاحمر ولا ما عرفت قلتوا لي في حيفا شي فرقه في اسرائيل وخاين وهتا كتكذب وتسرع عباد الله راهو ولا ليبر. راه قلت لكم واخا يكون نسيني اللعب اصاحبي راسكم قاصح
وتتبغوا تبقاو اكيد نتوما ماشي رجاويين، هذه بعدا اول حاجه. اللعاب راه يكون مسيني فرقه هذه شهرين ياك، جاء عرض مزيان راه يقدر الفريق ديالو يتفاهم معاك يصيفطوا لك بريطي عادي، هادشي في كوره. ويقدر هذاك الشهرين ما يقتنعش به المدرب ويفسخ العقد. ما تبقاوش تهضروا بزاف كما تنقولوا لي انتوما تتاكدوا من المعلومه، راه ولا لاعب حر ديرينو ليبر سون كلوب، يعني ما عندوش نادي بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش هذيك الكلمه. وكما قلت هذوك ماشي راجاويين اللي تيبقاو يكومونطيو فحال، ولا ليبر ما عندوش فريق. هو واحد اللاعب اخر حتى وقيتو كتهضروا عليه بزاف، حتى هو هذاك حنا نشوفوه واش غادي يولي ليبر ولا لا. المهم كما قلت لكم الاخوان، هادشي اللي كاين حاليا ديال الاجنحه والهجوم، نتمنوا ان شاء الله من هنا لقدام نسمعوا اخبار زوينه. كما قلت لكم عارف بزاف منكم ما يعجبوش الحال، ولكن باش نهني راسي نحاولوا الفيديوهات ما نبقاش نحطهم ديك الساعه، ديك الساعه نحاولوا شويه نتاكدوا نحطوا الفيديو باش بلا ما يبقى يخرجوا لنا داك العلامه ديال لا وتسرح عباد الله وت وتي دخل تيقاك لي داك النهار لي حاج فيديوهات ولا ثلاثه تقول لك تسرح عباد الله، وواحد تيبقى يسرح عباد هذاك ما عرفتش شنو نقولوا ليه، تيلوح تدخل عنده لاشين تلقى ليه 12 فيديو 14 فيديو في النهار وتا شي خبر فيهم مصحيح باش يطلع ليفي. هذيك راه نديرها ساهله، راه كما قلت لك راه نقدر نلوح 15 20 فيديو في النهار، ساهله 15 20 فيديو في النهار. ولكن لا، حنا تنبغيو نجيب لكم اخبار تكون شويه حصريه، حيت ماشي حصريه 100%، خاصك تتاكد، وما تجي تتاكد تيقدر يلوحها شي واحد اخر وتقراوها نتوما اللوحه قبل تتسمك الداب وهادشي كتجيبها من راسك. يعني راه ما فهمتش كيفاش غير نولي نحط لكم لي فيديو، شوفوا نتوما الطريقه اللي بغيتو ونخدم معكم ماشي مشكل. بغيتو كما كنتو وكما الاخوان اللي تيقولوا انا مازال كنتيقوا فيك وبغيتي نبقى نحط لكم عادي، بغيتو نولي تنتاكد عاد نحط الفيديو. حيت السيد كنت نقول السميه، حيت السيد اللي تنتاكد منه راه الله يحسن العوان، راه الطياره تندير ليه راه بهذا المعنى، راه تبقى تصيفط ليه عافاك راه قريت عافاك راه سمعت عافاك هذه واش بصح واش بصح واش بصح، راه بزاف. مازال واحد الاخر الله يرحم ليه الوالدين تعرف واحد شخص اخر حتى هو هذاك، انا ما كان زعما ما تناخذش معلومه مباشره من داك السيد، يعني الدري اللي تيتكلف الله يرحم ليه الوالدين شكرا على التعاون ديالو اكيد يسمع هذا الفيديو. اما شخص الاخر انا كنهضر معاه، يعني ما تنبغيش نبقى كل ساعه، راه 70000 خبر كتقرا ما تقدرش تبقى كل ساعه تصيفط ليه الو عافاك راه سمعتي واش بصح. هادشي اللي كاين الاخوان، شوفوا نتوما الطريقه اللي بغيتو نبقى نحط لكم بها الفيديوهات، وشكرا حتى الفيديو القادم ان شاء الله يكون شي خبر زوينه.